الأزمة هتشد جنبك شريك يسند. لو حلمك هيتأخر معانا هتكمله وتفرح بيه. لو مشوارك هيتعطل معانا هتكمله وتمشي. لو بيتك مكملش معانا هتكمله وتبنيه. لو دخلك مستحملش معانا هتزوده وتسعد بقروضنا ومزاياها بخدماتنا بشهاداتنا وعوايدها. احلم كمل واصل بدون تأخير. بنك التعمير والإسكان اللي بينا كبير. والإسكان اللي بينا كبير. أهلا بحضراتكم في حلقة حزينة وكئيبة لهذه الدماء. يعني دماء طاهرة نقية، ولكن لا أدري ماذا ستقول هذه الأرواح حينما تسأل أمام الله بأي ذنب قتلت. من قتل هؤلاء؟ لقد قتلوا قبل أن يقتلوا. قتلوا بسيف المطامع الشخصية والتناحر على السلطة. قتلوا بسيف الذين استخدموهم والذين حاولوا أن يتلاعبوا بأفكارهم. هؤلاء هم القتلة الحقيقيون. قتلوا بسيف الإعلام الذي يحاول أن يدمر مصر. قتلوا بسيف الصمت لكل الذين صمتوا على ما يحدث في مصر. يعني مش عارف أقول إيه. قصة مجموعة قاعدة تحرير لا تتجاوز 50 فرد. المفترض ان مليونية استعراض العضلات اللي قام بها الاخوان المسلمين انها انتهت. قعدوا ودول في اغلب الظن واغلب ما قيل في هذا الموضوع انهم من حركة 6 ابريل. أنا في رأيي الشخصي إن لو دول يعني أهل الشهداء، أعتقد إن المكان الطبيعي والمنطقي والذي يقبله العقل أن يكونوا أمام مجلس الوزراء، لأن هو ده المكان المنوط بتحقيق مطالبهم. لكن قعدوا في التحرير وبالتالي أصبح الأمن أمام موقف ان لابد ان يفض هذا التواجد. وانا في اعتقادي ان فضه هام وضروري لاسباب. على فكرة مش في ناس تقول دول 50 واحد قاعدين. لا، مش حكاية 50 واحد. خلينا نتكلم شوية بعقل، خلينا نتحدث بشفافية. الخمسين دول اثبتت التجربة اللي شفناها والتجارب اللي شفناها منذ ثورة 25 يناير، ان بيقعد الخمسين تفاجأ تلاقي واحد معدي مش لاقي مكان يبات فيه، راح ناصب خيمة. شوية بتاع البطاطا يقف بعربية بطاطا. بتاع الفشار يقول لك اشمعنى بتاع البطاطا؟ ما نقف انا كمان. فتفاجأ ان الخمسين اتحولت او تحولت او تحول ميدان التحرير الى سوق كبير. انا في رأيي ان هذه الوقفة متعمدة.
لان طبعا حضراتكم شفتوا لما السلفيين عملوا استعراض القوة، ولا ادري ايه سبب مليونية الاخوان المسلمين، ولا يدري اي حد في اي مواطن في الشارع المصري سبب هذه المليونية. ناس وقفت جمعت نفسها واسلامية اسلامية، طب ما هي معروفة انها دولة اسلامية، مش محتاجين انت تعمل مليونية وتعطل الانتاج وتعطل. على فكرة هيقول الانتاج ده يوم جمعة، هقول لك لا، الانتاج بيتعطل نتيجة بورصة، بيتعطل في السياحة، في عمالة في السياحة، في مصر بتخسر، في حجوزات كبيرة جدا بيحصل فيها الغاء نتيجة الوقفات الاحتجاجية ديت. انت بتتكلم على مصر، دي الرقعة دي بتنقل على كل صحف العالم وكل اعلام العالم. اعتقد ان الوقفة دي متعمدة، انا في رأيي الشخصي. طب ليه متعمدة؟ ان اذا ثبت ان دول حركة 6 ابريل يبقى ده معناه ان هم واقفين بيحاولوا يعملوا اي تصرف او تحرك بحيث ان هم يردوا، ما هم لقوا نفسهم ما لهمش تواجد والاخوان يعني تصدروا المشهد، فلازم يعمل تواجد. السؤال هنا، من الذي بدأ بالاحتكاك؟ هل الشرطة اللي بدأت بالاحتكاك ولا اللي موجودين دول اللي بدأوا بالاحتكاك؟ المنطق بيقول ان اكيد ضابط الشرطة لما جه قال لهم اتفضلوا، ده المنطق، فطبيعي ان المفروض ان هو يتفضل. انت واقف ليه يا عم؟ ليك مطالب؟ طب روحوا عند مجلس الوزراء. المهم اكيد حدثت مشادات، فطبعا نتج عنها ان جهاز الشرطه قاعدين احنا بنطالبه ونقول له خليك قوي، خلي في ناس كلها بتطالب نتيجه ان المواطن المصري شايف انفلات امني، لا عارف لا امن على بيته ولا امن على بنته ولا امن على اي حد. عربيات بتتاخد تحت سطوة السلاح، بلطجة على كل المستويات. انا والله العظيم بنفسي شفت واحد ماسك ضابط شرطة من هنا، من يعني زعلت جدا، لان ضابط الشرطة يمثل هيبة الدولة. وعلى فكرة مش هنا، مش بدافع عن الشرطة ولا بدافع عن ضباط الشرطة، هناك خطأ ايضا، لكن لو كان من الاول بدل ما نقعد نقول اللي حصل، وما مش ممكن ضابط الشرطة هينزل يضرب كده اخواننا من باب الطاق، اكيد قال لهم اتفضلوا فما اتفضلوش. فطبعا هما عشان يستثمروا الحدث، وده في اعتقادي للرد على المليونية السابقة ليهم، فلازم يعمل مناوشة. وهو بتلاقي ايه الاخ حازم ابو اسماعيل المرشح للمحتمل لرئاسة الجمهورية، وانا واحد مش الناس، انا مش هديله صوتي. فجأة ما هو بقى ده سوق بقى للانتخابات، فكل واحد عايز يكسب المشهد ده. قال لهم راح جاب 2000 واحد وجم وقعدوا، جايب العربية المرسيدس بتاعته، وقال لا ده هنا، من هنا سيتم حكم مصر. من التحرير يتم حكم مصر؟ يعني مسألة غريبة جدا يعني، وتصريح غريب جدا. طب الناس دي اللي أثارت الفتن دي لماذا لم تحاسب؟ الناس اللي وصلتنا للمرحلة دي، اللي أججت النار دي وولعت فيها وصبت عليها هذا البنزين، لماذا لا تحاسب؟ أنا بشوفه في حلقة مع الأستاذ عمرو الليسي، فجأة الراجل جايب له ناس في اسكندرية، فبيقولوا السلفيين راح عند مديرية الأمن اسكندرية عشان يعملوا تفاوض، وما عندوش أي إثبات، ما جابلناش أي صورة تثبت ده. فالقوات طبعا عندها إجراء احترازي، أنت رايح ليه يا عم؟ رايح ليه مديرية أمن اسكندرية؟ طب حتى لو الحدث في القاهرة، ده ما تناوش اللي في القاهرة، راح ليه في اسكندرية وراح ليه في هنا وراح ليه في اسماعيلية وراح. وبعدين انت بتهدم دلوقتي، انت النهاردة قاعد بتولع في اقسام الشرطة، عايز تولع في اقسام الشرطة تقتحمها. لما تقتحم اقسام الشرطة اسقطت هيبة الدولة، اسقطت الامن والامان. طب انت النهاردة ما تسقط ضباط الشرطة، اسمح لي هيتبقى لك ايه يعني؟ لو واحد النهاردة دخل ضربك انت وعيالك وتقول الحقوني، هتلاقي مين يلحقك؟ فالمهم الراجل بيقول له هذا الكلام، بيقول له ان راح مجموعه من السلفيين، ده مش طبعا مش عمرو الليسي اللي بيقول ده، واحد المندوب بتاعهم في اسكندريه. فجاه لقيته قال له لا انا مستأذن منك بقى، انا هروح التحرير حالا. ولقيته بيقول الحاجه في غايه الغرابه، ان على المشير وعلى رئيس الاركان اللي هو النائب بتاعه الفريق سامي عنان،
ان ياخدوا طياره دلوقتي ويرحلوا فورا. بقى الناس اللي كنا بنشكر فيها وقاعدين بنقول هي اللي حامت الثوره فجاه كده بقوا وحشين. اي ثوره التي لا تقبل النقد دي؟ ان عنوان تحضر الامم وتحضر الثورات انها تقبل النقد. انتوا عارفين ليه ثوره تونس نجحت؟ لان مفيش في تونس، عمركم سمعتوا ان تونس بتقول في فلول؟ لا، في مصالحه عامه، خلاص مجتمع جديد في تصالح وتسامح. شفتوا في ليبيا قعدوا بيقطعوا في الناس اللي كانوا مع القذافي ولا اللي قالوا اللي هم كانوا مؤيدينه؟ ما بيقطعوش فيهم. حصلت ايضا مصالحه كبرى، عشان كده البلاد استقرت. لكن احنا قاعدين شغالين كل واحد بيستثمر مصر لحسابه الخاص. كمان انا شفت شادي، دكتور شادي الغزالي حرب، يطلع بالقناه دي، يخش القناه دي. هو انت يا عم شادي اللي بتحكم مصر؟ مصر نجيب محفوظ ويوسف ادريس واحمد زويل، مصر بقت شادي؟ طب انت قدمت ايه يا عم للثوره دي؟ انا شايفك لابس حلو قوي ومتشيك وملمع الفتله زي ما بيقولوا، بسم الله ما شاء الله، كانك جاي من، يعني هقول ايه بس، يعني قدمت ايه يا عم حازم ابو اسماعيل للثوره دي؟ قدمت لها ايه؟ عالجت كام واحد؟ قدمت مين من الشهداء؟ يعني انا برضو زي ما حضراتكم انا مش قادر اجاوب على سؤال زي ما حضراتكم، يا ريت اللي يعرفوا يجاوبني عليه. دلوقتي بيقولوا محمد محمود ده الشارع اللي فيه اللي بيؤدي لوزاره الداخليه. طب يا عم انت بتروح ناحيه وزاره الداخليه ليه؟ حد جالك في التحرير؟ انت بتقف في التحرير، ولما حد يجي ناحيتك يبقى فعلا الشعب كله يبقى معاك. لكن انت بتقول لي كل شويه نسمع ايه؟ بيروحوا يروح عند محمد محمود، فالناس كلها تسال. ما تخليك يا عم قاعد في التحرير، ولما حد يضربك كلنا هنبقى معاك. كلنا هنقف معاك. لكن بتروح هناك تستفز، عايز تقتحم وزاره الداخليه، اي تسقط هيبه مصر امام العالم كله. ومعنى سقوط هذه الهيبة يعني معنى سقوط كل المقاومات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في مصر. من يقبل ده؟ وبعدين تجاوزات في غاية الغرابة، يعني تجاوزات حتى مع الكبير، يعني اللي مالوش كبير. احنا مصر قد قيمتها في اخلاقياتها احترام الكبير. يعني اللي بيطلع يشتم في المشير ده، واللي يطلع يتكلم عن يا عم ده في النهاية ده قيادة، ويعني الراجل ده أدى مهما نختلف معاه أو نؤيده، لكن موقف المجلس العسكري مع هذه الثورة. أقول لكم على حاجة، المجلس العسكري ده لو عايز كان يفض الثورة دي كان فضها، ويقولوا العكس كده ما بيفهمش السياسة وما بيفهمش استراتيجية عسكرية. لكن المجلس وقف جنبك. هو أنت كل شوية ده عصام شرف جبته؟ ما أنت جبت عصام شرف من الميدان وشلتوه فوق العناق، وأنتوا نفسكم اللي بتهدموا عصام شرف. مسألة في غاية الغرابة، عامل زي موج البحر ميدان التحرير، يطلعك وينزلك ويطلعك وينزلك. ازاي مصر بالقامة بتاعتها؟ ألا يوجد في مصر مجلس عقلاء حكماء؟ أليس منا رجل رشيد؟ وبعدين أبص ألاقي واحد بيتكلم كلام مرسل، الناشط اللي اسمه كمال حبيب يقول ميزانية الجيش نص اقتصاد مصر. يا عم أنت بتتكلم ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده وهو مثبت ومعروف انه عمره ما كان نص اقتصاد مصر؟ ازاي نص اقتصاد مصر؟ بتولعوا فيها ليه؟ انتوا عايزين من مصر ايه؟ بتولعوا فيها ليه؟ ما تقعد في التحرير، ونحن معك، مع انك تقف وقفه سلميه معاك. وما بنقولش ان دي ما ادتش، لا بالعكس، دي ادت لمصر خدمات كثيره جدا. لكن مش ممكن ابدا ان انا اروح استفز واحد في بيته وارجع اقول ده الضرب ومش الضرب. ما تخليك يا عم في التحرير. بسائل يعني يعني يعني. وبعدين انت يا عم شادي، انت اللي قاعد جنبه جمال زهران، ما اعرفش حضرتك شفته ولا في القناه الاولى، يجيبوا له المراسل على الهواء مباشرة، الراجل لما يقول حاجه مش على مزاجه يقول ان في ناس في الاسطح بتضرب، وفي ناس امريكان، حتى السفاره الامريكيه اكدت ده انه بيضربوا فوق الاسطح. التاني يقول له مش عارف بيهجصوا علينا وبتاع، بيقولوا يعني انتوا يعني لماذا تريدون ان تسقطوا مصر؟ ولن تستطيعوا ان تسقطوا مصر. لان انتوا مين انتوا؟ الشعب كان كله معاكم. يوم 25 يناير الشعب كان كله معاكم، ولولا ان الشعب ده معاكم انتوا ميدان التحرير طبقا لكل المسائل الهندسيه انه 56,000 متر تحديدا
ما يتجاوزش ال 170,000 ال 180,000. لكن شعب مصر ال 85 مليون دول الناس بدأت يا اخوانا سواء التاكسي عليه اقساط ده مش عارف يدفعها. ما تدوا فرصه والراجل قال لكم انا همسك الحكم، يقول مش همسك الحكم، يقول لك عايز جدول زمني، يقول جدول زمني يعني مش عارف انا يعني، يقول حكومه وفق. وعلى فكره هيجيبوا حكومه تانية، وانا بفكر حضراتكم بعدها بشهر هيسقطوا هذا الحكومه ويقول لك ده دي حكومه مش نافعانا، لان هم مش عايزين استقرار. اي دوله في العالم بتحتاج استقرار. انت عملت ثوره بتسيب الثوره، انت لما بتنزل صندوق في بورصه بتستنى يعمل تيك اوف، يستنى يرسى ويبقى الاول بادئ اقل من سعره الحقيقي، بعد فتره بيعلى. طب استنى ادي فرصه، ادي فرصه يا عم واحنا معاك. الحقيقه انا معايا الست اللي هو خالد غراب غرابه، المدير امن اسكندريه. ست اللي هو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذ؟ انا مش هسالك يا ست اللي هو السؤال المعتاد اللي بيسالوه الاعلام، لكن انا يعني عايز يعني اتناقش مع حضرتك. انا بستشعر دايما ان الناس عايزه تورطك في الاعلام، مش عارف ليه. يعني بصراحه انا هقولها كده يعني حاسس كده، حتى باسئلتهم عايزين يورطوك، عايزين المهم انك يعني يطلعوا. هم ما ورطونيش، بس هم تعدوا عليا بالقول والسب كمان امبارح. ليه؟ يعني ما اعرفش، يعني اندفاع كده من الاخ المذيع، وانا قبلت هذا الاندفاع ولكن انهيت المكالمه ليعني عشان منع انه يغلط ازيد من كده. احنا طبعا بنشكرك على صبرك وبنحييك على انك نزلت بنفسك وعرضت حتى حياتك للخطر، انك فعلا لصالح مصر. يعني انا مش عارف هم سياده اللواء، انت يعني هل هم بيجوا لك ولا انت اللي بتروح لهم؟ يعني انا برضو نفسي افهم. يعني والله يا فندم هم اللي بيجوا، انا ما اروحش لحد خالص، ولا ليا دعوه من ساعه الثوره ما بدات. اعتصامات سندان القائد ابراهيم، مسيرات سلميه في جميع شوارع اسكندريه، لم نتعرض نهائي لاي حد منهم. والدليل ان جامع يعني الوقفه الاحتجاجيه السلميه ما فيش مشكله عندها اعتقد. اطلاقا، ما هم بيجوا هنا عند المديريه قبل كده، كانوا بيجوا قبل كده كتير وبيهتفوا وسلميه وحاجه جميله، بس المره دي معرفش ايه التوجه، انه يعني يستعمل العنف ويستخدم العنف مع رجال الشرطه في المديريه، رمز هيبه الدوله ورمز الامن في اسكندريه. ليه؟ معرفش السبب. انا لغايه دلوقتي يعني يمكن حضرتك اللي تقدر تقول لي عليه او الناس، انا عشان بس ما اكونش يعني منحاز له، انما انا بيعتدى على المنشاه، وبتحرق سيارات الشرطه امام المديريه، وبيعتدى على ممتلكات الناس الموجودين في المنطقه السكنيه اللي حوالين المديريه. لصالح مين الكلام ده؟ يقولوا لي لصالح مين. انا امبارح لاحظت معتز، الاستاذ معتز الدمرداش بيسال حضرتك ومعايا ياسر الزيات الكاتب الصحفي والزميل العزيز، يعني حضرتك بتتكلم بتقول انا بنزل وهو قاعد يضحك. يعني حاجه بساله يعني بسخريه، بتقول انا بنزل بنفسي عشان احل. اسف والله، معلش معلش معلش، كله يعني كل واحد بيفهم بطريقته، وكل واحد يعني حر في انه يعني يقيم الكلام اللي انا عايز اقوله، وانا بقوله بقلب، لان دي فعلا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، قلت دي مصر، ومصر دي مش هيعلى عليها حد ابدا، لان مصر هي خيرها على الكل وخيرها علينا كلنا. سياده اللواء انا معايا الاستاذ محمد الكيلاني، ما اعرفش في مداخله عايز يسال حضرتك، نقيب الصحفيين في اسكندريه. استاذ محمد اهلا. خالد بيه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك محمد بيه؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ازي خالد بيه؟ وكل سنه وانت حضرتك طيب. وانت بالصحه والف سلامه يا فندم. الله يكرمك، ربنا يخليك. هو بالنسبه لواقع زميلنا سرحان سناره اللي تم الاعتداء عليه في المديريه من 3 4 ايام، اعتقد يعني ده راجل بيأدي دوره، واعتقد انه راجل ابرز كارنيه الاخبار وكارنيه نقابه الصحفيين، وده راجل مريض يعني. اجري تحقيق في هذا الموضوع ولن اسيب حقه. يعني حتى مش هسيب حقه. ان الضابط لما عرف انه صحفي قال له ايه يعني لفظ معاه الفاظ مش كويسه وقلعه هدومه وكلام من ده، يعني ده راجل مريض بسرطان الدم حضرتك. ربنا يشفيه يعني، وربنا يعني ان شاء الله متعاون معانا وفعلا. لا لا لا، انا لا اقبل اهانه اي حد من الاخوه الصحفيين. المجهود اللي بيتعمل فعلا مجهود غير عادي من مديريه الامن، لكن الاعتداء على اي اعلامي او اي صحفي استاذ محمد غير مقبول، غير مقبول يا محمد بيه نهائي. وانا بنفسي امرت بانه يجرى تحقيق، بس انا نفسي انا طلبت الحقيقه، طلبت الحقيقه انه يعني اشوفه. تشوف الزميل انا ما فيش اي
يعني حساسيه ان انا بالعكس انا استقبله في مكتبي وكلكم انت عارف يا محمد بيه ان انا لا طبعا ما فيش مشاكل في كده، بس احنا يمكن الزملاء محددين اوصاف اوصاف اللي انت عايزه اللي انت عايزه. استاذ محمد استاذ محمد ده ما تعمل لقاء بينك وبين سياده اللواء ويكون لي برضه التدخل. يعني هو ما فيش مشاكل، بس هو الظروف صعبه فعلا بس كده الله ينور. وانا قلبي عند المديريه فعلا، يعني بقول لحضرتك انا ساكن ورا المديريه وشايف الاحداث فعلا الاحداث متصاعده، وللاسف الشديد يعني الاعتداءات مستمره على المديريه فعلا. فانا لكن اللي يهمني انا في القصه دي ان اي اعلامي او اي صحفي مفروض ان بيغطي بيقوم بعمله، وده لازم المديريه او اي كده بتوفر له الحمايه والكلام. تاكد ان خالد غرابه لن يقبل اهانه اي حد من الساده الزملاء الصحفيين اطلاقا. نتمنى ان يا فندم، واحنا عندنا بعد كده الانتخابات اللي جايه والاحداث اللي جايه والاحداث اللي بيغطيها الزملاء. اعتقد التعهد اللي قالوا لك سياده اللواء ان شاء الله هيناله كل الرعايه والكل الاحترام. بنشكرك يا سياده اللواء، ويا ريت تقول لنا بقى الاحوال ايه دلوقتي في اسكندريه بقى. والله هو يعني برضو كالمعتاد كل يوم بقى لنا ست ايام في المشهد ده تجمع برضو حوالي 300 شخص، ويعني في الشباب الجميل بتاع منطقه سموحه كلهم واقفين معاهم بيحاولوا يسنوهم عن اي تعدي او اي عمليات اتلاف، ولسه الامور هاديه لغايه دلوقتي لغايه ما يبتدوا يسخنوا بقى زي كل يوم. يا رب تفضل هاديه يا رب تفضل هاديه. بشكرك جدا يا سياده اللواء وربنا معاك، وبشكر الاستاذ محمد الكيلاني نقيب الصحفيين بالاسكندريه. واسمحوا لنا بفاصل ثم نعود. سماء الشرق توفي بالدلاء وانشري شمسك في كل سماء ذكريه واذكري ايامه بهدى الحق ونور الدنيا ظلاما حوله. كانت الدنيا ظلاما حوله وهو يهدي بخطاه الحائرين. تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. كانت الدنيا ظلاما حوله. كانت الدنيا ظلاما حوله وهو يهدي بخطاه الحائرين. أرضه لم تعرف القيد ولا خفضت إلا لباليها الجبينة. تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة. كان
يمشي في سراها كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا 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 كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا 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 كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا 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 كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها ابو عبيد ابو غادر افتكر اهلا بحضراتكم مره ثانيه واسمحوا لي في بدايه الحلقه بدايه هذه الفقره يعني ارحب بالسياده اللواء اركان حرب عبد الفتاح فرج الخبير الاستراتيجي اهلا بك يا سياده اللواء اهلا وسهلا كمان برحب بالاستاذ عادل دانيال رئيس حزب الاستقامه والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه اهلا بك يا باشمهندس اهلا وسهلا اسمح لي في البدايه انا عايز اسال حضرتك انا اعرف انك تقدمت بلاغ ضد المجلس العسكري ايه فحوى البلاغ ده حضرتك البلاغ تقدم بتاريخ 5 كان الثلاث تهم متوجهة إلى المجلس العسكري والذي أمر بضرب المعتصمين السلميين في منطقة مزبيرو اتهمت فيها فيهم بالعمل ضد الأمن القومي ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب ومحاولة إفساد فرحة المصريين بنصر أكتوبر. لا أنا عايزك توضح لي أرجوك لأن المسألة حضرتك بتقولك دي خطيرة جدا يعني كل واحدة فيهم محتاجة توضيح يعني إيه بمعنى ضرب الأمن القومي الإضرار بالأمن الإضرار القومي. بالأمن القومي عندما يتم الاعتداء من قلة من عناصر الشرطة العسكرية على معتصمين في منطقة مزبيرو معتصمين اعتصام سلمي اعتداء وحشي بطريق والاعتداء على العسكري ده ما كانش اعتداء وحشي ولما ياخدوا العربيه المدرعه بتاعت الجيش لا لا ده كان قبلها ده كان يوم 5 ده كان انا كنت بتواجد شاهد عيان يعني على الموقف ده كان غير ادمي وبطريقه دلت لي على حاجه ان الناس اللي بتتعامل مع المواقف الامنيه في الشارع مع المدنيين يعني غير مدركين بخطوره التعامل مع المدنيين بالطريقه دي وفي الوقت ده اللي عاوز يفسد لك فرحه احتفال المصريين بنصر اكتوبر يعمل حاجه زي كده مين اللي عايز يفسد لك فرحه المصريين باحتفال اكتوبر اكيد اللي اتهزم والغباء
السياسي ومن أعطى القرار بهذا الهجوم الوحشي على المتظاهرين السلميين وأدى هذا البلاغ إلى ما هو ما تحققش فيه وما تنظرش وما تبعتليش وما حدش توجه له مين اللي ادى الامر للناس دي تضرب الناس دي بالطريقه دي تمهيد انت برضو المدنيين مش هيعرفوا ان كان الطلقات اللي بتضرب دي في شنك ولا حقيقي ده صوت وبيحصل بقى اجتياح بعد كده الصوت والاجتياح وبعد كده ضرب بكل اساليب الوحشيه دي حاجه طبعا غير ادميه وطبعا مهما تقال اللي هيقول اي حاجه غير كده كذاب انا برضو في نقطه مهمه هما لما يقول لي ان قائد السريه هو اللي مخطئ وهدينا عقوبه وهنديله هي دي اللي تريح الناس لان انت لما ما تحاسبش حد ادى قرار خاطئ وتصمم على خطاك ده كلام غير وكمان في الوقت ده بس انا مش عايز اخد مبدا لا تقرب الصلاه يعني انا عايزك تقول لي لما تقول لي المشهد كامل يعني المشهد اللي دفع يعني معلش يعني اللي انا اعرفه يعني في حد معلوماتي ان هناك تجاوز حدث مع الجيش يعني شتموهم واللي يعني اسف يعني اللي بيتكلم على يوم 5 ما هو بتتكلم لا 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 ده يوم 5 غير يوم يوم 9 غير يوم 11 الكلام غير اليوم اللي حصل فيه الشهداء ده اليوم ده اللي كانوا تخيل حضرتك الامن المركزي عناصر الامن المركزي انا سامع ابو داني وانا اصلا شاهد عيان يعني وما بكذبش وما بخافش من حد اللي بيحصل ولو ما كانش حقيقه انا ما كنتش قدمت بلاغ للنائب العام وقلت ايه بصفتك نائبا عاما عن الشعب المصري كله اطالبك بالتحقيق والقبض او تجيب لي المتهم الذي اعطى الاوامر لهذا ما في واحد ادى الاوامر ممكن يكون قائد السريه ممكن يكون الاكبر منه ممكن يكون حد اكبر من كده كل اللي هقول انا ما عملتش انا ما قلتش يبقى ما فيش مشكله احنا هنقول ده ما قالش والتحقيق بقى يقول لمين ما لازم حد ادى الاوامر اوامر خاطئه في وقت مش مظبوط احتفالات اكتوبر 5 6 7 ازاي انا اعمل كده ازاي انا ادي اوامر بهذا طب مين طب اتسبب في ايه الكلام ده في ان الناس حصل جواها ايه جواها ازاي يضربونا كده ازاي يعملوا فينا كده ازاي يبتدوا بينا كده دي نمره واحد ولا مش هتكلم على حاجه قدام القضاء قدام النائب العام وانا برضو منتظر التحقيق وطبعا القيادات في المجلس العسكري اعلنت ان هيشوفوا وراء التحقيقات في احداث مازبيرو واحداث التحرير ما هي لازم يعملوا كده يعني ماذا سيبقى لينا يعني لو احنا شككنا في المجلس العسكري انا ما شككتش في مجلس عسكري يعني لما احنا بنلاقي بده تعليم يعني معلش بقول لحضرتك انا بحط له يعني الطريق اللي يخرج منه خروج ما أنا مش هحاسب على مواقف فرديه لان طبعا يعني ضبط النفس ده مش هقدر اعمل ضبط نفس لكل لا يا فندم انت في مؤسسه منضبطه ومؤسسه محترمه واللي ما يقدرش يحافظ على ضبط النفس يبقى غير مدرب وحاسب القائد بتاعه وحاسب اللي هو ما دربوش وما قالوش انت طيب. بتتعامل مع مدنيين انت اتفاجئت بتتعامل طيب. مع مدنيين انا انا عايزين نسمع الدكتور وسيم السيسي الكاتب الجميل والمفكر الرائع يعني دكتور وسيم مساء الخير يا فندم انا سامع مساء النور دكتور وسيم انا عايزك تقيم لي المشهد اللي امامك ده من ساعه الـ يعني جمعه السلفيين حتى اللحظه الانيه اللي احنا فيها راي حضرتك ايه الصوت مش سامع دكتور وسيم الصوت مش سامع السؤال تاني لو سمحت طيب بقول لحضرتك انا عايزك تقيم لي المشهد من ساعه الجمعه بتاعه السلفيين حتى اللحظه الانيه يعني أي. راي حضرتك ايه في اللي بتمر بيه مصر في المرحله دي بالذات هي مصر بتمر بوقت عصيب جدا ومحتاج يعني ان القوة كلها تتكاتف مع بعضها ومحتاج ان احنا نعمل العقل قبل ما نعمل العضلات ويعني الكل اجمع على ان كان ممكن تجنب ما حدث هذا بقليل من الحكمة وبكل اسف حصل اللي حصل يعني انما دلوقتي انا شايف احنا بدل ما نفكر يعني ايه اللي حصل ومين المسؤول و و و والاخره احنا يجب ان احنا نفكر احنا مفروض نعمل ايه
عشان نقدر نخرج من الورطة ده. هي أنا في تصوري أن المفروض اللي احنا نعمله أن ممثلين عن المجلس العسكري ينزلوا للميدان ويقابلوا بعض المسؤولين أو يعني من يمثل الميدان، ومش ضروري ينزلوا للميدان، ممكن في مكان آخر غير المجلس العسكري وغير الميدان، ونتفاهم مع بعض. وجميل أن المجلس العسكري النهاردة اعتذر عما حدث، وأيضا الحكومة ممثلة في الدكتور عصام شرف يعني تقدمت بالتعازي بتاعتها عن اللي حصل. طب أنا حضرتك كنت ذكرت قبل كده في حديث حضرتك مع راديو مصر أعتقد علاقة السعودية والأمريكان وإسرائيل في القصة دي يا حضرتك. أي خلينا نفكر في إن إيه إحنا اللي نعمله، بدل ما نقعد ندخل في المتاهات اللي هي التحالفات اللي هي ما بين أمريكا من ناحية وما بين إسرائيل من ناحية. إنما إذا كنت عاوز تعرف هذا الموضوع، خلينا نفيد هذا الشعب الجميل اللي هو الحضارة تحت جلده، وننبهه إلى حاجة مهمة جدا. فضل ألا وهي أن المفكر الإسرائيلي أودينون من 20 سنة فاتت أعلن وقال أن إسرائيل ليست قوتها في سلاحها النووي، لأن هذا السلاح يحمل في طياته موانع استخدامه، لأنه إذا استخدم الغبار الذري سوف يعود على إسرائيل نفسها. ولكن قوة إسرائيل تكمن في تفتيت الدول الكبرى الثلاثة التي حولها وعلى رأسها مصر ثم العراق ثم إيران إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. وبعدين يقول إن نجاح إسرائيل في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائها بقدر ما يعتمد على غباء الأطراف الأخرى. فنجحوا في مسألة العراق، والنهاردة العراق شيع وطوائف وبيأكلوا في بعض، إيران عمالين يتحرجموا حواليها، وإسرائيل الله ينور يعني كل يوم والتاني كنيسة تتحرق مش عارف إيه الحاجات ده كلها، وشعب غلبان. ولكن يجب على المسؤولين في هذا البلد وخصوصا أنتم، يعني المسؤولية عليكم أنتم أكتر من أي حد تاني. يعني كان تشرشل كان يقول داني جريدة واحدة ناجحة أستطيع أن أجعل من أي صعلوك بطل قومي. وكان يوسف إدريس أيضا يقول ادوني التلفزيون سنة أعمل لكم شعب جديد. والتلفزيون في إيديكم بقالوا سنين وسنين، الشعب عمال يتدهور لأنه لا يقوم بوظيفته الحقيقية. هاي هاي الإعلام 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 ولما حبوا يعرفوا أكتر حاجتين غيروا في البشرية، طلع جوتنبرج لما عمل المطبعة لأنه نشر الكتاب، والتلفزيون وهو أخطر من الكتاب لأنه يخاطب الذي يقرأ والذي لا يقرأ. ده خليني أقول لحضرتك أسألك بعد إذنك، يعني أداء الإعلام في رأيك أنت شايفه إيه؟ يعني إعلام أداء الإعلام أداء الإعلام يعني بكل أسف في 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 المأساة والمذبحة بتاعت ماسبيرو، كان ممكن يولع مصر دي من أولها لآخرها لولا المخزون الحضاري اللي موجود تحت جلود المصريين وفي جينات المصريين وفي كروموزوماتهم. وهذا المخزون الحضاري تبدى متألقا في سنة 73 لما ما فيش جريمة واحدة اتعملت، تبدى أيضا في أعقاب 25 يناير أو 11 فبراير لما بكل أسف اتسحبت الداخلية بقوتها واتفتحت السجون وأطلقوا المأجورين على هذا الشعب. هذا الشعب المتحضر العظيم قدر يعمل لجان شعبية سواء أمام مداخل الشوارع أو أمام البيوت، ونجت مصر أيضا. وأيضا برضو لم تستجب مصر اللي عملته رشا هذه المذيعة اللي كانت بتدعو الشعب لأن هو يطلع يحمي الجيش من المسيحيين أو من الأقباط. فطبعا الشعب ما صدقش الكلام ده، جيش ايه اللي يحمى من حبة ناس عزل رايحين كل واحد وفي ايده عياله واطفاله ومعاه مراته. فيعني ان ابداء اعلام كان ممكن يودي البلد في داهية. فانا شايف ان وبعدين في حاجة تانية كمان فضل يعني الاثارة العنيفة جدا، يعني
الشهيد اللي في ميدان التحرير اللي جروه من دراعه ورموه على صفيحة زبالة. ده مش مفروض تتنشر. هو صحيح الإعلام يجب أن يقول الخبر كما هو، ولكن دي جاية من على اليوتيوب، دي ما جاتش مثلا حد بكاميرات صورتها من الميدان، فملوش لازمة إن احنا نثير الناس بهذا الشكل. فالإعلام للمصلحة العامة يعني تكون أهم من أن يكون حكيما. وعشان كده قالوا من أوتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. أشكرك جدا يا دكتور، متشكر قوي. سيادة اللواء عبد الفتاح، أنا يعني بعتبرنا حضرتك خبير استراتيجي، عايزك تقيم لي أداء المجلس العسكري في المرحلة من أول 25 يناير حتى هذه اللحظة الآنية. يعني أنا يعني قبل ما أتكلم أنا عايز أقدم تعازي للشهداء والأسر الشهداء، ونحن أيضا نقدم هذه التعازي وتمنيات بالشفاء العاجل للثوار المصابين يا رب. إنما عشان أقيم أداء المجلس العسكري لازم أقول الأول الوضع بتاع الدولة إيه. فضل. يعني أنا حاليا موجود عندنا اختلافات حادة بين كل التيارات السياسية والقوى السياسية والائتلافات، اختلافات مش قادرين نتفق على رأي في أي موضوع. الحاجة الأخرى في أيادي داخلية وخارجية بتعمل على عدم الاستقرار واستمرار الفوضى. الحاجة الثالثة إن في الحكومة اللي كانت موجودة الحتة بتاعت أيادي، كل ما حد يقول أيادي خارجية يقول لك ده من الفلول. لا ده لا ده شيء ده شيء ده شيء واضح وموجود وظاهر ولكن لا يعلن عنه. الحاجة الأخرى الحكومة اللي كانت موجودة حكومة كان أدائها ضعيف. الأمن مفيش أمن، الأمن يعني بدأ كان هيبدأ لسه لكن ما زال غير الأمن المطلوب. الحاجة التانية المظاهرات الفئوية اللي عمالة تطلع كل يوم التاني وأحداث الفتنة الطائفية وقطع الطرق والسكك الحديد، المشاكل اللي موجودة داخل الدولة دي كلها، الشائعات اللي بتطلع والشائعات دي سلاح فتاك. الإعلام يعني بيعمل نوع من الإثارة غير طبيعية. ده لما بشوف الجزيرة مش الجزيرة اللي مقصود بيها، كل القنوات الخاصة دلوقتي بقت عاملة زي الجزيرة بالظبط، يعني بيقبل الرأي والرأي الآخر لا ما يقبلوش اللي ضده. وبالتالي لما أجي أقول بقى القوات المسلحة بتؤدي مهمة في تلك في هذه الظروف في ظروف صعبة 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 للغاية. أنا ما سردتش كل اللي بيحصل داخل الدولة لكن أنا بدي مقتطفات، فطبعا دي مهمة مش سهلة أبدا. الحاجة الأخرى إن القوات المسلحة تتولى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومهمتها في السلطة التنفيذية الأمن اللي الشعب كله عايزه، بناء المؤسسة الأمنية بعد اللي حصل فيها في أحداث يناير، ودي عملية مش سهلة. بتحاول الى حد كبير جدا انها تحافظ على الاقتصاد وبتقدم دعم وخدمات وخلاف وبتأمن الاهداف الحيوية والاهداف الاستراتيجية بتاعت الدولة، فعليها عبء ضخم جدا. واحنا لازم نبقى عارفين ان القوات المسلحة ما كانتش بتدرب على اعمال القيادة السياسية في توقيت ما، فيعني يا لقيت نفسها مكلفة بالضبط بالضبط. فطبعا عبء ومسؤوليه لازم يحدث اخطاء يعني مطروح ده بالظبط كده بس. طب ده يعني لا انا عايز حضرتك تقول لي يعني ايه الرؤيه لو الجيش ده تخلى عن قياده البلاد. بس معلش انا في الاستاذ عبد العظيم المغاوري. استاذ عبد العظيم المغربي مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. الملاحظ لما جرى في الأسبوع الأخير يتأكد له دون أدنى شك أن المجلس العسكري أراد أن يمارس ما يبتغيه منذ فترة طويلة في تصفية الثورة تصفية كاملة، واللي جاري في المشاورات لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني حتى الآن يدل على أن المجلس العسكري مصر على ألا يرشح من يعود ثقة الثوار. ومن هذا المنطلق أنا أحمل المجلس العسكري مسؤولية الفوضى والقتل الذي تم في الماضي خصوصا في الأسبوع الماضي، وأحمله من الآن مسؤولية الحريق
الذي لا قدر الله قد يلتهم البلد إذا لم يستجب المجلس العسكري لإرادة الثوار في ميدان التحرير في تشكيل حكومة الإنقاذ. وبيشكل أعتقد حكومة إنقاذ أستاذ عبد الرضيف. نعم. مش حضرتك شايف معايا إن هو بيشكل حكومة إنقاذ أعتقد؟ حكومة إنقاذ وطني يشكلها أو يرضى عنها الثوار في ميدان التحرير. ما بيجيبها أعتقد من الثوار. أنا في خبر بيقولوا مين رئيس الوزراء بي. لا رئيس الوزراء احنا لسه ما قلناهوش. احنا انا لا اريد ان اذكر اسماء، لكن كثير من الاسماء المتداوله الان تدل على رفض المجلس العسكري الاستجابه الى اراده الثوار. طيب ما هو شرف كان من التحرير يا صاحب العظيم واتقلبوا عليه برضه، عصب الانقلاب عليه وهم اللي جابوه من التحرير دكتور عصام شرف. ازاي نضمن يعني انا مع حضرتك تقول رايك ده بحريه، ازاي نضمن ان احنا ما يحصلش انقلاب على الحكومه اللي جايه كمان؟ الشرف وافق عليه التحرير وكنا في بداية الثورة ولم يكن قد الثورة قد فرضت قيادتها، لم تكن قد حققت اختباراتها الكاملة. نحن الآن بعد 10 أشهر مررنا بمرحلة اختبار بمصفاة اتضح منها الغث من السمين، ولذلك هناك أسماء حتى من المرشحين لرئاسة الجمهورية لا يصلحون لا لرئيس الجمهوريه ولا رئاسة الوزراء ولا ان يكون وزير. طب خليك مباشر معايا مين هم؟ يعبرون عن الماضي يا استاذ عبد العظيم، خليك مباشر قول لي مين هم اللي شاف حضرتك ان هم لا يصلحوا، مين هم؟ مين؟ زي مين؟ زي عمرو موسى. مين تاني؟ لا انا ما يعني ما احبش اجرح في الناس، انما انا بدي مثال. انا عاوز اقول كل من كان ينتسب للنظام القديم عليها ان يرحل. طيب. وعلينا ان نعطي فرصه للأسماء طيب السيد البدوي البرادعي وحمدين صباحي وناس أسماء كثيرة يعني هل يا أخي ليكن واحد زي الدكتور حسام عيسى، بلاش البرادعي وحمدين صباحي ليكن الدكتور حسام عيسى الذي يرضى عنه كل الناس لكن لا يرضى عنه المجلس العسكري. حضرتك هذه هي المشكلة. حضرتك ناصري؟ نعم. حضرتك ناصري ولا ما بتكتبش؟ نعم. ناصري. طيب. نعم. طيب. واشرف بذلك. اشكرك جدا يا فندم. ست اللواء هيرد على حضرتك، انت تسمعه وتفضل ست اللواء ترد على ان المجلس العسكري متهم بان هو يعني هيشيلوه الليله. لا طبعا لا احنا ما نشيلش المجلس العسكري الليله، لانه المجلس العسكري زي ما قلت لحضرتك هو بيعمل تحت ضغوط شكلها ايه؟ فما نقدرش نشيله الليله. اطراف دي ده في منظومه موجوده متكامله، في قوى وتيارات سياسيه وفي ائتلافات وفي فوضى موجودة وفي 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 وهو بيحاول على قدر المستطاع انه يلبي طلبات كل الفئات اللي موجودة، فما نقدرش ان احنا نشيل. هو لما بيحصل مشكلة وبيجي يقولوا ده بيطبطب على الناس، مش بيرجعوا يقولوا له طب استرجل؟ طب وبعد كده يرجع لما يشد شويه يرجع يقولوا الله ده بيعمل وبيعمل وبيعمل. نعمل لهم على الشرطه، ما كانوا بيقولوا الشرطه عايزين الشرطه تبقى عنيفه. كلام غريب، كلام غريب، يعني تكون في قوه شويه. المجلس العسكري هو العمود الوحيد الباقي في نظام الدوله، ولا بد ان احنا نحافظ عليه الى ان تنتهي المرحله، والمرحله دي زي ما اعلن سياده المشير قبل كده، قال لك انا بنهايه يونيو، قد يكون قبل يونيو، قد يكون في مايو، قد يكون في ابريل، ناخد اجراءاتنا ونشكل المؤسسات الدستوريه بتاعتنا وينتهي الموضوع وتسلم القوات المسلحه الدوله كامله متكامله وترجع هي لسكنها. استاذ عبد الفتاح بيقول ايه؟ مع كل احترام ليه ومع كل احترام للمجلس العسكري، هو بيقول كلام في اول الكلام بتاعه وفي الاخر بيقول كلام تاني. دلوقتي بمعنى في يعني في المجلس العسكري يعني ما عندوش الخبره وهو فرض عليه فجاه انه يتعامل مع موقف هو مش متعود عليه. وده كلام تمام. طب انت لما مش متعود على موقف انت يعني انت عندك قصور في ادراكك للحياه السياسيه والشارع المدني، المفروض ان انت تجيب حلقه وصل بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني. طب هو بيعمل حوارات يا والمستشارين موجودين، حصل ايه؟ 10 شهور حتى الامن ما عملوش، حتى الامن ما عملوش لسبب، لان معلش انا مع كل الاحترام ناس كبيره في السن ما عندهاش حتى الصحه انها تنزل وتتابع زي زمان، وان اللي بدنك عليك حق ما تتنحى ما تمشي بلاش تمشي. ايه الحل يعني؟ تمشي اقول لحضرتك هتسلمها لمين؟ الجيش لا يمكن الجيش ينهار. والجيش ده مؤسس الجيش المصري بالذات ولا نسمح انه ينهار. ايوه انا بقول لحضرتك اهو لا يمكن. الجيش المصري ده من اقوى الجيوش في العالم. الجيش المصري
خط احمر. حضرتك كنت ضابط جيش سابق مش كده؟ انا خلفيتي عسكريه ومتاكد من ان الجيش ده الجيش حاجه والمجلس العسكري حاجه تانية يا جماعه. هم بيحاولوا ده خلط غلط، الخلط خاطئ، صاحب القرار ضعيف جدا جدا نتيجه انه ما عندوش خبره بالحياه السياسيه. انت شايف في تباطؤ في القرارات جدا 10 شهور ده باللواء عبد الفتاح اللي بيقوله 10 شهور تباطؤ في اتخاذ قرارات، قرارات خاطئه، عدم وضوح رؤيه. احط طب انا هقول لحضرتك حاجه، لو انا من المسؤولين عن المجلس العسكري 10 شهور كتير قوي على ان انا استحمل الحكومه، انا كان بعد 6 شهور اقول مش انتوا اللي اخترتوا الدكتور عصام شرف؟ ها مش انتوا اللي اخترتوه؟ ما عملش ولا حاجه. لو سمحت الدكتور عصام شرف اقاله انت وحكومتك، وانتوا يا شباب عايزين تجيبوا واحد تاني؟ طب ما هو فتح يعني لا لا ما هو ده اصل دي احنا عاوزين واحد قوي. انا فتح يعني اللقاءات مع القوى الوطنيه ولقاءات. طب اقول لحضرتك حاجه، انا عملت كم مره محاوله لمقابله المجلس العسكري؟ ولا مره قبل. هم عايزين الناس العواجيز الذين لا يملكون زمام امورهم هم، خلاص خليك مع العواجيز. في 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 في, في تدهور من يوم الى الثاني. انت عارف بتخسر قد ايه الدوله؟ مليارات بتخسر. مفيش حد حاسس بالكلام ده. هو انا لما تديني شويه كراتين، هو عصام شرف كان من العواجيز. عصام شرف من العواجيز. عصام شرف اللي جابه الميدان فاشل. لا معلش احنا مجلس عسكري تقرر ده ما ينفعش. مش انت عشان جبته خلاص جبته، ما تتحملش اكتر من كده. المده قد ايه؟ المده اللي هو حضرتك. انا مش هجيب واحد النهارده واشيله بكره. عارف قال ايه لكن الدكتور عصام شرف؟ احنا خلاص هو مشي. انا معاك طبعا كل الوزراء لن نحزن على اللبن يعني المسكوب. خليني الشعب هو اللي بيجيب الحكومه، والشعب هو اللي جاب عصام شرف. خليني وهي دي قمه الديمقراطيه. الحل الحل حكومه انقاذ وطني قويه واعلن كده المجلس العسكري. ايوه هتجيب لي مين؟ وهو لسه بيقول دلوقتي سات. بص حاطين ناس اللي هو عارف اهل الثقه. طب هو واحد ابو عمرو موسى اهل الثقه كلهم يا استاذ عادل. يا استاذ عادل هو ده مش مواطن من الشعب وبيمثل؟ والراجل الناصري طيب بيقول لك انا عايز عمرو عمرو سلقه. انا مش عايز عمرو موسى، عايز حسام عيسى. ده كويس ان هو ليه رؤيه كويسه ومحترمه، بس انا هقول لحضرتك هو حسام عيسى ده شاب؟ لا ما انا بقول لحضرتك حاجه، احنا محتاجين الفكر الشاب الذي حلقه الوصل بين الشعب والمجلس العسكري والقوات المسلحه. المجلس العسكري ما تكلمنيش عليه. احنا المجلس العسكري عايزين نسمع سياده اللواء. انت اتهمته بالتناقض يعني. انا لا انا تناقض فين يعني الراجل كلامه بالاول كلامه مظبوط لان الكلام ده اتقال بره. انا نسمع لا انا حضرتك سالته. انا بقول المجلس العسكري ايوه بكلمك على حاجات ثانيه. لا انا بتكلم ان المجلس العسكري عليه اعباء ومسؤوليات ضخمه جدا لا يتحملها بشر. خلاص نتحملها معاه. هو لازم يعني هم اللي يعدوا القرارات؟ مش عارفين تدوا. ادوا يا فندم، انتوا كفايه عليكم كده، كفايه عليكم كده عشان خاطر الشعب اللي بيموت كل يوم هيموت زياده. انتوا فرحانين باللي بيحصل ده؟ هو انت بتقول هنعمل انتخابات هي عافيه؟ مش عافيه يا استاذ عادل. حتى العافيه انت مش تقدر عليها. تفسر لي في الاول يعني المدح للمجلس العسكري والعام الثوره والتأييد وبعد كده انقلبوا طيب. عليه ليه؟ احنا اللي بنقول تناقض الجدول الزمني. الجدول الزمني ما الراجل طلع قال السيد المشير طلع قال لك كان اخر انا اسف مش كان قال اعتذر للشهداء؟ انا لا يكفيني الاعتذار، لابد من محاكمه للناس دي. طب هو قال وقالوا هيحاكموا الناس المسؤوله. ايوه يا فندم انت في مؤسسه، حضرتك كنت في المؤسسه دي ولا لا؟ انا طبعا كنت في المؤسسه. وانا طبعا عارف ان حضرتك 40 سنه لما تبقى انت قائد هذه المؤسسه مش تبقى انت المسؤول. ايوه انا المسؤول بس كده فندم. وهو اتخذ قرارات حضرتك عرفت الرد ان هو مسؤول. عرفت الرد؟ ايوه يعني حضرتك بتؤيد ان المجلس العسكري مسؤول عن ما حدث؟ لا انا بقول هو مسؤول ان هو وهو اخذ القرارات. هو وسياده المشير في بيانه قال وسياده المشير قال والمجلس العسكري رجع تاني وقال وعلى الناس دي هتتقدم للنيابه والنيابه راحت وعينت. احنا عايزين يعني انا هيكله جهاز الشرطه دي حاجه بسيطه جدا. ما انا قعدت مع امناء الشرطه وقلت لهم انا انتوا معاكم حق. قعدت معاهم على اجزاء منهم يعني. انتوا معاكم حق لما تبقى انت 17 سنه خدمه وبتاخد 580 جنيه وعندك 3 عيال ومعاهم والدتك وحماتك طيب. وبتيجي من المنوفيه كل يوم 580 دول استاذ عادل. انت معاك تشكيل الحكومه؟ انا حاطط تشكيل. ممكن حضرتك تقول عشان احنا قدامنا اقول لحضرتك لو سمحت. انا اقترحت وربنا يحقق اللي فيه الخير. ده اقتراح حضرتك؟ الداخليه لواء اشرف فخر الدين خالد، الكهرباء مهندس بسيم سامي يوسف،
الخارجيه انا هستبقي الحالي لانه فعلا محمد طيب كامل عمرو الدفاع ثلاثة ولازم يتوافق عليهم يحصل وفاق عليهم من المجلس العسكري ومن قيادات القوات المسلحة. الاقتصاد الدكتور صلاح جودة. الصناعة مهندس محمود محمد محمود عامر. التنمية المحلية مهندس سمير عبد الغني البدراوي. التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقي. التنمية البشرية دي أول مرة يستحدث تنمية بشرية قبل التنمية الإدارية. الصحة الدكتور صلاح صرافين بستوروس. الشباب والرياضة كابتن طاهر أبو زيد السيد عامر. القوى العاملة الأستاذة تهاني الجبالي. الاستثمار دكتور حسام عيسى اللي حضرتك اللي جاب انا برضو انت خدت موافقه من مدير التحرير. انا بقرا انا بقترح يعني هم موافقين عليها دي حكومه وفاق قومي ده فيها يعني مين يا استاذ حضرتك عملت استفتاء في التحرير عليها ايوه بالظبط كده يعني عملت هقول استفتاء لحضرتك حاجه يعني الناس دي وفاق عليها طب لما احط معلش بعد اذن حضرتك انا هقول لك الاسماء هقول لحضرتك الاسماء باقي الاسماء طب اسمع باقي الاسماء احنا ما نعرفش الاسماء الدكتور الطاقه الذريه الدكتور البرداي ده لو وافق البحث العلمي الدكتور احمد زويل التعاون الدولي الدكتور عمرو الدكتور عمرو حمزاوي الاعلام الاستاذه الدكتوره لميس الحديدي التعاون الدولي الاعلام لا يا استاذ عشان بيطلع في الاعلام وبتاع عمرو حمزاوي هيبقى وزير لا يا فندم انا عارف يعني قدرات الناس معلش يا فندم ولميس لجنه سياسات يا فندم خليك معايا بس هنكمل عشان بس السياحه الاستاذ هشام تم الاستفتاء عليه في وفاق عليه في التحرير والله يا فندم الدكتور محمد ابو الفتوح وزيرا للاوقاف يعني انا خدت الناس التي تصلح من المرشحين لرئاسه الجمهوريه ولا هو يعني لازم يبقى رئيس الجمهوريه ولا ما يخدمش مصر في عجاله يا استاذ عادل انا عايز اعرف من حضرتك اتفضل اديني روجيتا في عجاله انه قدامي دقيقتين حضرتك هتقول لي روجيتا للعلاج اللي احنا الموقف اللي احنا فيه ده الخروج من الموقف ده احنا لازم نعمل اعاده طرح الأسماء القادرة على النهوض بمسيرة سفينة الوطن التي يحاول البعض طب السن الموجود في التحرير دلوقتي ده يقدر يفهم ده أصلح طب ما احنا فندم معاهم يا فندم صغير جدا يا فندم مش مدرب سياسي يا فندم لا ما انا فاهم صح كده احنا بقى دورنا كناس كرؤساء احزاب بقى كرؤساء احزاب كسياسيين كمصريين خايفين على مصر ان احنا نقول للناس دي ادينا طرحنا ده هقول لحضرتك حاجه الاسماء دي اسماء لن وبعدين هقول لحضرتك لما قلت لحضرتك لميس الحديدي قلت لي كذا طب ما انا حاطط جنبها مين ما ممكن ترفض طيب. الموقف خطير جدا ارجوك في العجاله اديني في دي يعني انا عايز يعني اقول عشان اخرج من المغزى ده في ثوابت احنا لا اختلاف عليها سواء من حيث تشكيل الحكومه الجديده ولابد من التوافق عليها من كل التيارات السياسيه او معظمها يعني شايف حضرتك ان التيارات السياسيه تجتمع وتقدم مثلا بالظبط قايمه بالظبط كده الحاجه بالنسبه للتعويضات بتاع اسر الشهداء كل دي كل دي ثوابت لكن انا عايز اقول ان لابد من اتخاذ قرار ثوري بالاتفاق على قلب رجل واحد كل التيارات الخلافات اللي موجوده تفاوض واحد بس يتفاوض لا 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 مش عايز نلم الخلافات اللي موجوده دي كلها وما بقاش في اختلاف نبقى كلنا في قالب رجل واحد يا رب انا طبعا يعني اسمحوا لي نظرا لانتهاء وقت الحلقه طبعا انا بشكر الاستاذ عادل دانيال مهندس عادل دانيال وبشكر سياده اللواء عبد الفتاح فرج وبشكر حضراتكم وتصبحوا على خير ويا رب مصر تصبح على خير لو الأزمة هتشد جنبك شريك يسند لو حلمك هيتأخر معانا هتكمله وتفرح بيه لو مشوارك هيتعطل معانا هتكمله وتمشي لو بيتك مكملش معانا هتكمله وتبنيه لو دخلك مستحملش معانا هتزوده وتسعد بقروضنا ومزاياها بخدماتنا بشهاداتنا وعوايدها احلم كمل واصل بدون تأخير بنك التعمير والإسكان اللي بينا كبير